نظم مساء أمس معالي رئيس الوزراء باهيمي باتاكال بير مأدوبة على شرف الوفد السوداني الزائر للبلاد، والذي يترأسه نائب الرئيس السوداني الأستاذ حسب محمد عبد الرحمن. المناسبة كانت بحضور الوزراء وعمدة بلدية مدينة إنجمنا. حسن درموت والتفاصيل. في إطار حسن الألاقات المتميزة بين البلدين والشعبين الشقيقين تشاد والسودان، وخاصة بين الرئيسين إدريس ديبي إتنو والرئيس عمر حسن أحمد البشير، ومن هذا المنطلق قام نائب رئيس جمهورية السودان حسب محمد عبد الرحمن يرافقه وفد رفيع المستوى من أعضاء الحكومة السودانية بزيارة إلى تشاد. هذه الزيارة هي زيارة عمل كلفه بها الرئيس السوداني عمر حسن البشير هذا، وقد أقام معالي رئيس الوزراء فهيمي باتاكي البير مأدوبة غداء على شرف الضيف الكبير نائب رئيس جمهورية السودان حسب محمد عبد الرحمن والوفد المرافق له، وذلك في فندق ريزيدانس المأدوبة حضرها المستشارين برئاستي الجمهورية والوزراء وممثل رئيس الجمعية الوطنية وأعضاء الحكومة وعمدة مدينة إنجمينا. رئيس الوزراء فهيمي باتاكي البير في كلمته قال أن السودان هي لها تاريخ وثيق منحوت في لوحات عريقة مرتبطة. أقدم لكم باسم رئيس الجمهورية رأس الدولة إدريس ديبي إتنو وباسم الحكومة التعبيرات والامتنان بهذه الزيارة التي سمحت لنا أن نتبادل الآراء حول التعاون بين البلدين في كل المجالات ذات المصالح المشتركة. أريد أن أجدد عزمي القوي وجاهزيتي التامة من أجل السعي الحثيث وبثقة كبيرة أن نحافظ ونقوي العلاقات القوية بين البلدين. أما نائب رئيس جمهورية السودان حسب محمد عبد الرحمن شكر رئيس الوزراء والشعب التشادي لاستقباله بمطار حسن جاموس الدولي وكرم الضيافة في بلده الثاني تشاد، وأكد دعمه للعلاقات المتميزة بين الرئيسين إدريس ديبي إتنو وعمر حسن أحمد البشير، وأشاد بأن هذه العلاقات تدخل في إطار وحدة الشعبين وذلك في شتى المجالات الأقوية والسياسية والاقتصادية والاجتماعية والتنموية في المصالح المشتركة بين البلدين، والدليل على ذلك هو القوات المشتركة بين السودان وتشاد. أما افتتاح المعرض الذي يضم 23 مجموعة شركات سودانية تجارية التي تقوي مصلحة البلدين،